بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بأيام فرج الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، وننادي خلفه يا لثارات الحسين. من مجربات آية الله السي الصادق الروحاني الشخصية في قضاء الحوائج عاجلا غير آجل هو أن تقول 12,000 مرة في مجلس واحد يا علي. هذه من مجربات آية الله السيد محمد صادق الروحاني دام ظله الوارث، من المجربات الشخصية له محمد صادق الحسين الروحاني، من المجربات الشخصية، وينصح بها كثيرا. إذا لديك حاجة جدا كبيرة جدا كبيرة وتعتقد أنها من المستحيلات أمام علي بن أبي طالب عليه السلام بوجاهته عند الله سبحانه وتعالى، لا يوجد مستحيل. في مجلس واحد، في خلوة واحدة، دفعة واحدة، 12,000 مرة يا علي. وكذلك المجرب الآخر عنده هو التوسل بالسيدة زينب عليه السلام، وقيل عن طريق الصلوات، تهدي لها الصلوات المحمدية من 100 إلى 1,000، والأمر راجع إليك. تهدي هذه الصلوات إلى السيدة زينب عليه السلام فتنقضي لك الحوائج. وهذه هي مجربات السيد صادق الروحاني دام ظله، ودائما وأبدا عندما يعطيها للآخرين تنقضي لهم الحوائج سريعا جدا. أتذكر عندما سألته ربما يعني إحدى النساء عن قضية زواج، وعندما أعطاها هذا الذكر يا علي 12,000 مرة، تزوجت بسرعة فائقة من زوج صالح ميسور الحال. وهذا هو ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام، ذكره عبادة. فجرب ولا تشك، برنامج صباحات والأيام، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.